رفيف، طاقة اسمك رقم واحد، طبعه مائي، برجك من خلال الاسم برج الأسد، كوكبه الشمس، لون المفضل الأسود والأصفر، يوم السعد الأحد، الحجر الكريم الملائم العنبر والياقوت. الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة القصص. أنت إنسانة عاطفية ورومانسية، محبوبة وجذابة، أنيقة ومثالية، متقنة ومبدعة في عملك. تحبين الحفاظ على الأسرة وتهتمين بها وتقدمين لأجلها الكثير من التضحيات والتنازلات. محبة لإقامة العلاقات والزيارات، لطيفة ودودة وبشوشة. تحملين ثلاث عناصر في اسمك، عنصر الماء وعنصر التراب وعنصر النار، كما تحملين طاقة مؤنثة عالية تمكنك من اجتياز بعض الصعاب وتهون عليك بعض الظروف الصعبة. تتعرضين لعدة علاقات فاشلة وتواجهك عدة فراقات صعبة. عاطفيا غير محظوظة، وتواجهين دائما انتقادات وخلافات ومشاكل. قد تواجهين بعض الأزمات المالية والنكسات الصحية، وتتعرضين للاستغلال في معظم الظروف. تحملين حرف المال في اسمك، تعرفين أهدافك وتحددينها بدقة، لكن تتعبين كثيرا إلى أن تحققيها. عليك بالإكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تتحسن حياتك. والله أعلم، والله الموفق.